توافد كبيرات في السن لأداء واجبهن الانتخابي بالولاية المنتدبة أفلو بمركز حسيبة بومبولي، والسيدة بعكاز فاطمة صاحبة 80 سنة واحدة منهم. جيت نفوت على دولتي، على هذه الرئيس اللي اختاروه. إن شاء الله ربي يحفظكم ويستركم ويسقمكم البلاد وتعيشوا هنيين. قطعت أكثر من 20 كيلومتر من قرية عين روينة إلى أفلو من أجل المشاركة في انتخاب رئيس للبلاد. أنا لدي جاية فوض، دي كنت داير الصطوب 20 كيلو ولا 30 كيلو بيني وبين أفلو، كنت داير مصطبة داير الصطوب، وهذه هي راني وصلت هنا نأدي في الواجب نتاع البلاد. إن شاء الله يسقم البلاد ويتهلا فينا ويتهلا في شعبه ويتهلا في كل. يوم جيت نفوت نعدي في الواجب تاعي. الله يحفظكم والله يستركم وربي يخليكم، والله يحفظ الرئيس تاعنا وربي يخليه ان شاء الله ويطول في عمره ويستره. ومن اجل المساهمه في تثبيت البصارة الديمقراطي الانتخابي شاركنا بقوه، حيث يتواصل توافد الناخبات لاداء واجبهن الانتخابي لاختيار رئيس للجزائر.